عم سعفان احنا كنا نايمين وقمنا لقينا نفسنا في حتة تانية خالص. قال لك في حاجة جديدة اسمها كيكي. قعدنا نفهم يعني ايه كيكي ده يا جماعة. لقيت واحد صاحبي بيقول لي ايه، مش ناوي نعمل طلعة كده ونعمل كيكي؟ انا قلت فاكر الكيكي ده عامل زي الهوت شيكليت ولا السوبنن ولا السينابون وحاجة نازلة جديدة. ما خلاص احنا اتخنقنا اتخنق. قال لك لا، كيكي دي طلعت رقصة، ورقصة جاية لنا من امريكا، يعني ليلة سودة. العيال في امريكا بقى بيعملوها حاجة واحنا بنعملها حاجة تانية خالص. ما هو لازم في فرق سنين ضوئية، لازم احنا اللي نخترع ونفتكس. يعني البت في امريكا تبقى هي اللي سايقة العربية وهو بتشغل اغنية، والواد ايه اول ما يقول كيكي دو يو لاف مي، قامت البت تنزل ترقص والعربية شغالة. هوب تيجي عربية من تانية تاخدها وتقابل ربنا وهي بتقول كيكي مالناش دعوة. احنا نسكت؟ لا ما نسكتش، لازم نعملها بس باسلوبنا احنا بقى. نجيب اوبر، ما كل واحد دلوقتي مش ما عندوش عربيه بقى، قال لك يلا مهرجان كيكي. ما ولسه هنطلع لنا افلام تانيه، ناجر الراجل وهو يصور وبتاع، واحنا ننزل ينزل ونقعد يا جماعه. عيب مش كده يا جماعه؟ الله يحرق يا جماعه. يا وليه تلمي، يا وليه تلمي. والواد تلاقيه عنده 16 17 سنه تقول لابوه ايه، معلش بابا انا رايح اعمل كيكي. ابوه يقول له روح يا ابن ربنا معاك، انا عايزك غير كده لما تكون جايب لي الشهاده. شهادة يا عم الحاج؟ جرايه يا محمود، ما تصحى شويه، ابنك بيعمل كيكي، اسكعه قلميكي، اسكعه قلميك على وشك عشان انت ما فيش تربيكي. في الليل بقيت كرواتي خلاص، بقيت بتكلم اهو، ما زهقونا. وتلاقي البنات دلوقتي نازله بقى تقعد تعمل لك كيك، خلاص زهقنا. تلاقي البنت الله اكبر بنت لسه صالح ابره، لسه صالح ابره اكبر منجد في المنطقه. تسكت؟ لا، قامت جايبه الواد صاحبها وقامت هي قالت له يلا بينا نعمل كيكي على الدائري. البت بسم الله ما شاء الله عود شبه المرتبه، ما ابوها منجد. تسكت؟ لا، وفلحت كل شويه في الليله والحاره تقعد تقول لك ابويا الحاج صالح. حاج صالح مين ده؟ ما خرجش من المنطقه لما بيروح شارع الازهر يجيب طقم الابر الجديد ويجي يترمي. حاج فين يا بنت؟ حاج فين؟ حاج في 65 الدراسه. ما تقعدي بقى، ما تلم بنتك يا عم صالح، اديها ابرتين في دماغها ولا خد لك انت ضربتين بالقوس. الله يحرقك، الله يحرقك. مش كده يا جماعه. تحيه للحاج ابو عبد الله، مساء الفل يا ريس. الراجل مسيطر، الراجل المزمزيل دينا الشربين مزمزيل نزلت امبارح قامت قلبه الدنيا، قلبت الترند، خلت الواد اللي عامل كيكي يجي له خلاص جاله بواسير في دماغه. قامت نزلت عامله اغنيه شوقنا اكتر شوقنا. نسكت؟ لا ما نسكتش. الدنيا قامت بقى، قال لك الحق دينا، ده عمرو دياب هو اللي بيصور، هو عمرو دياب بيصور. الراجل يا جدعان مسيطر، لما يطلع في صوره هو والست شيرين رضا والست دينا الشربيني والواد ابنه، يبقى ده راجل ايه؟ معلش يا عم عمرو، معلش يا عم عمرو، قول لنا على الجيم اللي انت بتروح ده، مفيش كده، مفيش كده يا عم، ارحمنا شويه. المهم بقى انا سعفان، قامت ياسمين الرئيس رد عليها بمحمد فؤاد، ودلوقتي عمالين بقى عاملين قعده عرب ما بين محمد فؤاد شوقنا وما بين سعاد بشتاق وكتير. انما اللي قالب الدنيا دي كلها حمدي بتشان، يقول لك لا طب وانا ما فيش حد هيطلع لنا واد خلاصه لصه و100 100 حاجه ما يعلم بها الا ربنا. المهم بقى انا سعفان، الحته دي بتاعت ابو صلاح اللي قلبين عليها الدنيا عملتها وشربت. ايه العصير ده يا ابو صلاح؟ معلش ده ما بيطلعش الا بذر بس. ده اللي كانت مع ابو صلاح اصلا قاعد يومين نزل 29 صوره، بسم الله ما شاء الله. هي دي ابو صلاح جبناها كده، فاضل التيشيرت والجزمه ويبقى يقابلني وانا وانت فيس تو فيس. ده انت بتشربها ازاي ده يا صلاح؟ ايه ده؟ فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه، فهذا يدعمنا كثيرا.